بحضور جماهير غفيرة إلى أرضية القاعة المغطاة بالقرية الرياضية الزيتن، وفي جو تملأه الفرجة والمتعة والإثارة ناهيك عن التشويق الذي خلقه اللاعبين بفضل مجهوداتهم ومحاربتهم داخل أرضية الملعب، الرجال والنساء، الصغار والكبار، كل فئات المجتمع حضرت لمساندة الفريق على أمل أن يتأهل فريق المدينة إلى النصف النهائي. اتحاد طنجة لكرة السلة بدورها كان لها أمل في تأهلها إلى النصف النهائي من كأس العرش، لكن هزيمتها في الأسبوع الماضي أمام نظيرها مشليف إفران وبفارق 9 نقاط تسبب لها اليوم في الإقصاء برسم إياب ربع نهائي من كأس العرش، رغم تفوقها اليوم بنتيجة 84-82. ياسين الحسيني لاعب فريق اتحاد طنجة، كانت لدينا مقابلة قوية مع فريق إفران، مع الأسف رغم فوزنا في المباراة كان من الواجب الفوز ب10 نقاط من أجل التعادل ومن أجل التأهل لنصف النهائي. واجهنا فريقا قويا ومتمسكا ولديهم مهارات فردية كآدم غازي، مع الأسف فزنا في المباراة ولم يكن ذلك كافيا. حينما نلعب كفريق متحد يمكننا الفوز، لم نستطع فعل أكثر من ذلك. الموسم طويل، خسرنا الكأس ولكن لم نخسر البطولة. عرفت المنصة الشرفية حضور أبرز وجوه المدينة وعلى رأسهم رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم السيد محمد أحجان وشخصيات أخرى جاءت بهدف دعم وتشجيع اللاعبين والفريق. المقابلة كانت صعيبة، كانت في المستوى، زعما تبارك الله على اتحاد طنجة، عندهم فرقة مزيانة، عندهم لي زيليمون اللي هما عندهم ليكسبيريونس، عندهم حتى المدرب بلال تبارك الله عليه. كانت المقابلة في المستوى والماتش كان مزير، واخا حنا كان عندنا 9 نقاط ديال الماتش الي، ولكن واخا هكاك مع الامبيونس مع الجمهور، شحال هادي ما لعبناش قدام الجمهور، الجمهور عاونهم بزاف، ولكن الحمد لله النتيجه، واخا خسرنا الماتش حنا ربحنا لا كاليفيكاسيون، هذا هو المهم. اللهم لك الحمد. انتهت المباراة لكن مسيرة الفريق لا زالت طويلة، ولعل في هذه الهزيمة شحنة من الطاقة الإيجابية لتكون السبب في فوز الفريق في مباريات ودوريات قادمة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.